قبل بداية الفيلم يا شباب، إذا بتحبونا وبتحبوا أفلامنا لا تنسوا تشتركوا في هاي القناة وتفعلوا جرس التنبيهات وتضغطوا على زر اللايك. فرجونا همتكم يا شباب ومشاهدة ممتعة. أوه يا الله يا شباب بنات، هاي هي آخر محاولة. مثل ما انتو شايفين قدامكو أنا مخترع، بس المشكلة إني مخترع فاشل، مخترع فاشل. جربت أسوي كثير من هذول الجرعات اللي شايفينها قدامكو، كل هذول الجرعات فشلوا وباقوا في الفشل. اتطلعوا كمية الكمية الهائلة من الجرعات، حتى صرت أعلقهم على السقف قد ما هم كثار، كلياتهم فشلوا. حتى أنا قد ما بفشل صرت أعطيهم للحيوانات، والحيوانات ينهبلوا وبصير فيهم أشياء غريبة. بس أنا يا شباب هاي المرة راح أجربها على حالي يا شباب، إن شاء الله تزبط، لأنها إذا زبطت أنا راح أكون أشهر عالم في العالم. يا سلام يا سلام، والله إني كثير كثير مكيف. هذه هي اللحظة وهذه هي أملي الوحيد، الجرعة السوداء اللي شايفينها قدام عيونكو. خليني أخذها، هيني أخذتها وهي بإيدي، وأنا هسه بدي أشربها وبدي أشوف شو رح يصير فيي. يا الله رح أخاطر بحياتي. بس أنا اتوصلت لها، جربت كل الجرعات، جربت هاي وهاي 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 وهذا، وقرأت كل هذول الكتب، حتى صرت أعلق هذول الجرعات على السقف عشان بطل في مساحة. بس خلص هذه هي آخر جرعة رح أسويها، وإن شاء الله إنها تزبط. يلا يا شباب بنات خلينا أشربها. أوه يا ربي بطلت شايف قدامي، شو صار شو صار شو صار، ليش لك صار صوتي يا ربي شو صار. أوه يا ربي شو هذا، واو شو هذا، ليش لك صار شكلي أصلا، أنا وين، مين أنا، هذا ايش؟ لا يكون كله هذا مية، خليني اشرب. اوه لذيذ جدا جدا، انا وين اصلا؟ اوه شو هذا المكان؟ يا سلام انا مستر بين، انا مستر بين، بس مش متذكر ايش سويت وايش صار معي اخر اشي. اصلا انا وين، انا وين، انا مش عارف شو هذا الاشي. واو والله اشي رائع كثير، لا 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 لا، انا مستر بين، انا مستر بين، شو هذا المكان، اصلا انا وين، مش عارف شو صار فيي، انا مش متذكر اشي، مش متذكر اي اشي، بس متذكر انه انا اسمي مستر بين، وانا كثير كثير بحب المشاكسة، وانا غبي، لا 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 لا. اوه ستوفي ستوفي، ستيفي ستيف، مرحبا. ايه اهلا اهلا، مرحبا مرحبا، بتعرف مين انا؟ انت مين؟ انا ما بعرفك. تعال تعال معي، انا مش معروف، انا ايش كنت اسوي هون، مين هون اللي بيضلوا قاعد هون اصلا؟ ايه هذا في هون عالم كان موجود هون، بس ابصر وين راح، شكله راح يشتغل. اوه راح يشتغل، اصلا هذول جرعات غبية مبينات عليهم. يا الله انت ليش هيك عيونك لونهم ازرق، ابوك امك شو لون عيونهم؟ احمر. لون عيونهم احمر. وليش هيك رجليك مثل رجلين الغزال، مثل الغبي، انت غبي اقول لك. انا بدي اضربك، تعال لهون، تعال بدي اضربك. خلاص خلاص لا تضربني، انت مجنون ولا ايش، انت مجنون. أنا مع السلامة مع السلامة. تعال لهون تعال لهون، بدي اضربك، ساعدوني ساعدوني ساعدوني. راح امسكك يا كلب، تعال لهون، خليني اقفز هون واقفز هون، تعال لهون. يا ربي وين اختفى هذا المجنون، تعال لهون، مسكتك مسكتك، تعال تعال راح اضربك راح اضربك. يا الله لا تضربني لا تضربني، بدي اهرب منك، شو كل هذا، وين انا؟ يا الله لا لا، خذ لك هاي، تعالون راح اضربك راح اضربك، تعالون. يا ربي انجن هذا الهبل الهبل، تعالون خذ لك هاي خذ لك هاي، تعالون انا مستر بين القوي، خذ لك هاي خذ لك هاي. والله خلاص ضربني بكفي، ضربني، تعبت كثير انا، خلاص روح انقلع، خلينا اشوف حدا ثاني، تعالون انقلب اقول لك، انقلب اقول لك، خذ لك هاي، اختفى، يلا انقلع. انا مستر بين، انا مستر بين، ايه شو هذا المخلوق الغريب، تعال لهون تعال لهون، راح اكبسك بوكسر، تعال لهون تعال. وين اختفى جني،
والله شكله جني. يا الله انا ما عندي بيت وما عندي شيء، انا ايش بدي اسوي؟ ايش بدي اسوي؟ لا 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 يا ربي، شو هذا الملل؟ شو هذا؟ شو هذا الصوت؟ اخ يا ظهري يمه، مرحبا يا ابني. واش 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 واش، شو هذا الصوت؟ واش ظهري؟ تعال هون ساعدني ساعدني. شو هذا؟ ايه طلع كيف شكلها مثل الزومدي. اخ بدكش انت بيت؟ عندي بيت للاجار. ايه انا بدي منزل، بدي منزل. بدك منزل؟ بدي منزل، بدي منزل يا عجوز، بدي منزل، بدي اسكن، لاني انا راح انام اليوم هون. اصلا انا ما بعرف مين انا، اصلا انا مستر بين بس بعرف. بس لازم انت تكون مؤدب بالبيت، لانه البيت هذا بده هدوء. اكيد انا راح اكون مؤدب. إيه؟ بالبيت. شو هالجاجة؟ هاي خذها 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 عشان نشويها. تشوي لي اياها؟ ايوه امسك لي اياها، نروح فيها على المنزل. وين داري بتعرف؟ انا شو بعرفني وين منزلك يا هاي يا جدتي يا حجة؟ بتعرف بتعرف وينه؟ يا ربي انا من وين اجتني هاي المصيبة؟ اطلع العجوز كيف بتركض. هاي 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 يا ربي. وين منزلك هاي؟ شو هاي؟ ايش مالها هاي؟ وين المنزل؟ تعبت انا تعبت يا ربي. هاي وين طالعة؟ المنزلك وين؟ هو فوق منزلك ولا وين؟ ايش؟ وين طالعة يا عجوز؟ يا ربي شو بدها هاي مني؟ شو بدها هاي مني؟ والله مش عارف وين المنزل، نسيت. انت بدك تستأجر عندي؟ بدي استأجر عندك يا عجوز. ايه وقعت وقعت الدجاجة. طب يلا امشي بسرعة. يلا يلا ايه فجيل الدجاجة. المنزل من هناك، من المنزل من هناك. يا ربي شو هاي العجوز؟ مجنون انا متأكد 100%. اصلا شو يعني منزل اصلا؟ انا مش فاهم حاجة. يا ربي يلا يلا. إيه؟ في بسة كبيرة، ابعدي. وين بسة كبيرة؟ وايش البسة كبيرة؟ ايه هذا مش بسة كبيرة، هذا فار فار. تعال يا حبيبي تعال احملك. ايوه بدك نطبخ العشاء اليوم؟ والله جيبه جيبه نطبخه. يلا يلا. لا 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 المنزل هناك شكله. تعال. طيب ماشي سامك، ليش بتصرخي يا حجة؟ اتنيي كلهم عسل، انا مش سامعه كويس. الله يقرفك يا ربي. شو هاي؟ وين احنا؟ وين احنا؟ وايش هذا اللي بحمله انا؟ كتكوت بينه. يا ربي رجعنا محلنا. مش منيح. ايش رجعنا محلنا؟ انا كنت موجود هون. يا ربي هاي العجوز مني بدي اخذ منها منزل. يا ربي هيني هيني قاعد بركض قاعد بركض. شو وين وين منزلك؟ كسرت رجلي بس خلتيني احمل. والله مش عارفة. انت بتعرف؟ لا. ايه هيو شكله هيو هاي المنزل هذاك، معناته هاي منزل جنبي. يا شو هذا المصيبة؟ لقيتي منزلك؟ عرفت وين انا. تعال هاي هذا ساحة الرياضة اللي بسبح فيها كل يوم. ساحة الرياضة اللي بتسبحي فيها كل يوم؟ شو هذا المصطلحات العربية الماكلة هوا؟ يا ربي تعبت تعبت. شو هذا الكتكوت اللي ماسكه هذا؟ ايش اسمه هذا يا شباب؟ ماله ثقيل يعني ثقيل؟ ما بعرف وزنه 2 غرام، اثقل اشي بحمله في حياتي. خليك هناك شوي اشوف وين المنزل بالناظور. الله كسرت رجلي، الله يكسر راسك. هيو وينه وينه وينه؟ عيني جايتك لا طلقت مش هيو، عيني قدامك. وين قدامي وين؟ يا الله شايفين عيني وراك. وين قدام وين وراك؟ عيني. هاي هاي هاي. لا لا جيبه لا لا. جيبه نطبخه هذا جيبه. ماشي ماشي بدنا نطبخه بدنا نطبخه. كسرت رجلي. اخ يا ربي انا ايش هاي البلوي. هاتو هاتو عنك هاتو، حطه على الارض امسكه. خده كسرتي. تعال معي تعال. يلا هيني جاي هيني جاي. وقعت البركة. وين منزلك يا حجة وينه؟ هيو هيو قدامك هذا الاخضر واخيرا. تعال نطبخ هذا الفايل البس ولبسه. شو ايش هاي جاجية؟ شكلها جاجة او كتكوت، والله نفسي اعرف ايش هذا. افتح اي هاي الباب مفتوح. يا الله والله بحب انت اني كتير انا. ايه مين هذا؟ فينرين؟ مين هذا الفينرين؟ يا الله يلا اطبخ لي اياه. ايه اطبخ لك اياه؟ طب اعطيني قداحة، اعطيني ولاعة.
يا الله شو بدك بالولاعة؟ اطبخه في المي خوذ. هاتي هاتي اطبخه في المي. ايش مين اطبخ في، انت ولا هو؟ اطبخ هذا الدجاج. اوه الدجاج، يلا هيا يلا بتمدد قاعد. اخ ليش حركتني؟ اخ انت قلت لي احرق الدجاج، انت حكيت لي احرق الدجاج. انا المنزل اهرب 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 يا مستر بين، اهرب يا مستر بين. ولعي 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 ولعي. يا ويلي يا ويلي، واو شو صار فيها؟ ايه لساتها عايشة ولا ايش؟ هاي بتتشعوط والله ما شاء الله عليها، دمها حامي. يا ربي شو اللي صار؟ اتحرقت. خليني اهرب خليني اهرب. انا مستر بين انا مستر بين. وبس يا شباب لهم نكون وصلنا نهايه الفيلم. اذا عجبك الفيلم لا تنسى تحط لايك شير وسبسكرايب وتشترك في القناه الثانيه اسمها فوركس 5 جيمر، بننزل عليها افلام ببجي موبايل خرافيه كثير كثير. بنصح الجميع اللي انه يروح يشترك فيها قناتنا الثانيه اسمها فوركس 5 جيمر، تقريبا وصلناها 1,200,000 مشترك. يلا يا شباب الكل اللي مشترك في هاي القناه يروح على قناتنا الثانية، مننزل عليها أفلام ببجي موبايل، خلينا نوصلها 1,300,000 مشترك. انتوا بتقدروا يا شباب. واللي ما بيعرف احنا مسوين قناة ثالثة اسمها انفوركس 5 اكسترا، مننزل عليها أفلام فري فاير رائعة كثير كثير، الكل يروح يشترك فيها، خلينا نوصلها 60,000 مشترك. انتوا بتقدروا يا شباب. وبس يا شباب ان شاء الله هذا الفيلم عجبكم، اكتبوا لنا آرائكم واقتراحاتكم تحت في الكومنتات. وبس يا شباب ان شاء الله هذا الفيلم عجبكم، ويلا مع السلامة.